فليكن هذا جزاء من يهن فقيها من آل رسول الله صلى الله عليه وسلم. وليعلم كل أهل مصر أنني قد خففت الجزاء، ولكن في المرة القادمة سيكون الجزاء على قدر الجرم. السري بن الحكم والي مصر. نعيب زماننا والعيب فينا، وما لزماننا عيب سوانا. نعيب زماننا والعيب فينا، وما زماننا عيب سوانا. ونهجو ذا الزمان، ونهجو ذا الزمان بغير ذنب، ولو نطق الزمان لنا هجانا. ونهجو ذا الزمان، ونهجو ذا الزمان ولو نطق الزمان لنا هجانا. وليس الذئب يأكل لحم ذئب، وليس الذئب يأكل لحم ذئب ويأكل بعضنا بعضا عيانا. لماذا ينكر السري بفتيانه هكذا؟ غلب الشافعي فتيانا في مسألة تنازع عليها بالحجة، وضاق فتيان بذلك ذرعا، فشتم الشافعي شتما قبيحا، ولم يرد الشافعي عليه حرفا، ويبدو أن أحدهم وشى بالأمر للسري. لست أنا من يشي أو يخون إنساناً لمجرد اختلاف في الرأي. لكل منا طريقه في الاجتهاد، ولم يكن بيننا أبداً غالب أو مغلوب، ولا خصومة ولا عداوة. وأشهد الله أنني غير راض عما يجري، وأنني أبرأ من كل ما أراه حولي قولاً واحداً.